عباس زائد الياس، احمد الياس، حسن عبد الفتاح، هجمه خطيره، وعبد الله دياب، والمزايده، والقرار. ما هو القرار يا درويش؟ ما هو القرار يا ناصر يا درويش؟ يعطي ضرب الجزاء، وهي من تتحدث والصوره بألف كلمه، وفيها فيها والله والله ايه، ما اقدرش احكم من هذه الزاويه، صعب احكم من هذه الزاويه. انا لا، هي الاعاده امامنا، انطلاقه من عبد الله ديب، ينطلق ينطلق، لكن الله اعلم لا تظهر بالشكل المطلوب. فالنهايه هي ضرب الجزاء، قرار حكم فريق الوحدات، الاعاده تتكرر، ومخرج المباراه قرار على التنفيذ حسن عبد الفتاح يطلع. حسن عبد الفتاح يتجمل، حسن عبد الفتاح يضع الهدف الاول في الدقيقه 93. حسن عبد الفتاح يصعب المهمه على المنشيه في اللحظات الاخيره والحرجه من اللقاء، في لحظات الوقت البدل الضائع من المباراه، هدف يسلج الصدور، هدف يسعد عشاق المارد الاخضر. ها هي الجماهير التي احتشرت وزحفت من عمان خلف الوحدات في مدينة الزرقاء، تنتظر النقاط الثلاث. حسن عبد الفتاح عند الموعد من ركلة الجزاء يتألق ويضع هدف في مرمى الحارس المتميز اليوم محمود المزايد. 1-0 1-0، انقلبت المباراة تماما. جماهير تزأر في مدرجات ملعب الأمير محمد.